والمجلس والمستشار مطالب منصور واللعيبه والجهاز الفني والجماهير العظيمه اللي انت فاكر بتشوفها دي. لما احنا كنا بنتهاجم يا ايمن انا وانت وكل واحد اقتنع بمشروع الزمالك في ظل وجود كبير العيله، ما هو زي والدنا، مش يعني ما انا وانت من سن احمد مرتضى. لا هو خلي بالك هو يعني مرتضى منصور زي والدنا، طبعا يعني راجل وشرف له مشروع. لينا خلي بالك، لان وانا خلي بالك انا اكتر واحد ما بكسفش اقول كده، لان يكفي ان هو بيخرج اجيال من المدربين لنادي الزمالك. هو كان امتى نادي الزمالك كل فتره المدرب العام بيتغير؟ صحيح، عمرها ما حصلت الا في عهد المستشار متوسط، هو اللي جاب ايمن عبد العزيز، هو اللي جاب امير عبد العزيز، هو اللي جاب امير عزمي، هو اللي جاب مدحت عبد الهادي، هو وسام اللي جاب الشيشين احمد حسام ميدو، هو اللي جاب مؤمن سليمان، وهو اللي جاب الشيشيني، هو اللي جاب اسامه نبيه، هو اللي جاب وطارق عبد مصطفى. المقصود. كل الناس دي الاول زمان كان المدرب العام في نادي الزمالك معروف، هيجي يقعد يفضل قاعد والجهاز يتغير وهيفضل قاعد. صح، تمام. وعبد الحليم علي جه بالظبط. وحازم امام جه. احنا يا جماعه احنا بنتشرف بده الحقيقه. فطبيعي جدا تتشرف لما بيه. هنقعد بنتشرف بمستشار مطلع منصور ان هو رئيس نادي الزمالك في افضل فترات النادي. خلي بالك، لان مع كل اللي بيحصل دوت ومع كل الحرب اللي كانت موجوده ومع كل اللي بيحصل في نادي الزمالك، ان هو واقف وان نادي الزمالك ما بيعانيش ماديا، وان نادي الزمالك بياخد بطولات، وان نادي الزمالك بياخد بطولات في اليد وفي الباسكت وفي كل حاجه. والطايره كل حاجه، كل حاجه. ده شرف لينا كلنا. انما ما هي الكره التي ماده، صح؟ انت عمرك كنت هتشوف الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجوده في الزمالك دلوقتي لو هو مش موجود؟ لو امير ما بيعملش الترانسفرات دي؟ لا طبعا. تمام؟ هو مين كان هيجيب لك فرجاني ساسي، ومين كان هيجيب لك اشرف بن شرقي ونجم وحميد احداد وحمدي النقاد وكل اللعيبه اللي جت دي؟ مظبوط. مين كان هيجيبهم؟ وخالد بوطيب جه وكان نجم نجم المغرب. مين كان هيجيب الارقام دي يا جماعه؟ فلما تيجي تتكلموا لازم، لما تيجي تتكلم على الناس تدي كل واحد حقه. ولما بنمجد او بنشيد او انتوا عايزين تقولوا اي حاجه قولوها، انما احنا بنقول حاجه احنا حاسين بيها. صحيح، حاجه احنا شايفينها. انا عشت في النادي فتره طويله جدا، مدرب في الفريق الاول، وبعدين رئيس قطاع الناشئين، وبعدين مدير فني لقطاع الناشئين. فبشوف كل حاجه على ارض الواقع، بشوف الناشئين اللي بياخدوا فلوس، وبشوف العقود بتاعت الناشئين الكبيره، وبشوف اللعيبه اللي كانت بتطلع تمضي وانا موجود، الخمسه سته اللي طلعوا مضوا، اللي كانت عقودهم بتبقى احنا متفقين معاهم مثلا على 500 600 بيطلعوا له بيديهم 800. فكل ده انا حاضره. فلما بنيجي نتكلم بني على ادم برضو طبعا. عنده الحته طبعا. دي طبعا بيكبر الخواطر، ربنا بيكرم على فكره عشان الحاجات دي. عشان كده طبعا يعني دي من ضمن الحاجات. فانت انت بتقول ان ده مش نوع من انواع لا النفاق ولا المجامله ولا الرياء ولا لا لا. ولا انت محتاج ولا انا ولا اي حد. انت بتتكلم في واقع. يعني بص، انت احنا لو بنقول ده ومفيش انجازات بتحصل يبقى احنا بنتكلم من منطلق الرياء. انما في الاخر نادي الزمالك واقف على رجله، نادي الزمالك احسن نادي في مصر دلوقتي وفي افريقيا.